السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو لرصد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخاصة بأقاليم جهة درعا. تفيلات اليوم هي 9 نوفمبر 2020 إلى حدود الساعة 6 مساء. الحالات المستبعدة منذ ظهور الوباء 94150 حالة، الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء 10910 الحالات، حالة الشفاء 10018 الحالة، الحالات قيد العلاج 661 حالة، حالة الوفيات 229 حالة. بالنسبة لتقسيم حالات اليوم على حسب الأقاليم، إقليم ميدلت 2189 حالة، أي بزيادة 18 حالة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 2027 حالة أي بزيادة 20 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 34 حالة. إقليم الرشيدية 4054 حالة، تشافت منها 3701 حالة أي بزيادة 45 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 92 حالة. إقليم تنغير 1488 حالة أي بزيادة حالة واحدة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 1329 حالة أي بزيادة 30 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 29 حالة. إقليم ورزازات 2164 حالة أي بزيادة 3 الحالات في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 2038 حالة أي بزيادة 12 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 50 حالة. إقليم ورزازات إقليم زاكورة 1015 حالة أي بزيادة 3 الحالات في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 923 حالة أي بزيادة 9 الحالات الشفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 24 حالة أي بزيادة حالة وفاة واحدة في 24 ساعة الماضية. الله يرحم جميع موتى المسلمين.